مدينة درعا الأبية. مباشرة ينضم إلينا من مدينة درعا للاطلاع على آخر التطورات والأوضاع هناك الناشط الإعلامي أبو محمد الحوراني. السلام عليكم أخي أبو محمد. وعليكم السلام ورحمة الله. أهلا وسهلا بك، ما هي آخر التطورات والتوثيقات التي وصلتم إليها لغاية اللحظة بعد هذه المعلومات التي سمعتها؟ نعم، قام الجيش الحر اليوم باستهداف أحد الدشم التي يتحصن بها عصابات الأسد شرق مدينة نوى، محققين بهم إصابات مباشرة. ومع الأوضاع الميدانية في محافظة درعا، فألقى طيران المروحي براميل متفجرة على مدن وبلدات درعا البلد ونوى وأدخل. وبليلة الأمس استهدف الطيران المروحي بلدة عدمان والسهول بين صيدا والنعيمة والغيرية الغربية، مخلفا دمار كبير في المنازل. وقام قناص موجود فوق شركة الوسيم بإصابة رجل على مدخل مخيم درعا وإصابة طفل من بلدة اليادود برصاص قناص يتمركز على حاجز المفطرة. وقامت قوات الأسد بليلة الأمس بإطلاق نار من الرشاشات الثقيلة، استهدف أحياء درعا البلد وحي طريق السد. وبليلة الأمس قصفت قوات النظام بالمدفعية الثقيلة على مدينة داعل وطيبر وأنقل. وأيضا من أمس أتت مساعدات غذائية عن طريق منظمة الهلال الأحمر الدولية عن طريق الجمرك القديم بدرعا البلد، ووصلت إلى الريف الشرقي من محافظة درعا برفقة الجيش الحر ليتم توزيعها على المدنيين. ومع الحالة الإنسانية، فالناس في حالات هلع وخوف شديدة من تصعيد النظام من عملياته العسكرية بدرعا وريفها، حيث كثف النظام من إلقاء البراميل المتفجرة على مدن وبلدات محافظة درعا. هناك تخوف من استخدام الغازات السامة بحق المدنيين كما حصل في بلدة عدمان. الناس تعاني من قلة العمل وغلاء الأسعار. نحن بحاجة إلى مضادات للطائرات التي لا تهدأ بالليل والنهار وتعمل على تكرار المجازر بحق المدنيين في محافظة درعا. المشافي الميداني بحاجة لكوادر طبية وبالأخص المناطق الشمالية من محافظة درعا لكثرة الجرحى فيها. شكرا جزيلا لك الناشط الإعلامي أبو محمد الحوراني، متحدثا من مدينة درعا وريفها، عن أهم وآخر التطورات الميدانية هناك.